ولمناقشة أزمة اللجوء في الشرق الأوسط بشكل عام وفي العراق بشكل خاص ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا بك أخي العزيز، حياك الله وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. الأزمة معروفة دكتور، ولكن الجديد فيها بحسب وكالة رويترز أن العراقيين العالقين هناك يرفضون العودة إلى ديارهم، وهذا الحال الذي وصلوا إليه اختيار هذه الصعوبة وهذه المشاق والمخاطرة من أجل الوصول إلى منطقة آمنة، الوصول إلى أوروبا، أصبح أكثر رغبة وقوة لديهم من العودة إلى بلادهم. كيف يمكن التعليق على هذا الحدث المهم؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز. حياك الله. حقا الشخص لا يترك بلده إلا إذا كان مضطرا، ولعل الجوانب الأمنية والجوانب الاقتصادية في مقدمة الأسباب التي تدعو إلى أن يهاجر الشخص من بلده. فالمواطن العراقي عانى الأمرين منذ 2003 لحد الآن، لذلك ذلك الذي عالق على بيلاروسيا وأوروبا يرى خلفه نار حياة غير طبيعية لا يمكن أن العيش فيها، ولذلك يجازف بحياته ويتعرض للمسؤولية علّه ينقذ حياته وينقذ حياة عائلته. إذن المشكلة تكمن إلى أن الظرف الحياتي، البيئة الحياتية في العراق لم تعد بيئة آمنة، لا تمتلك أبسط مقومات الحياة الرغيدة الطبيعية البسيطة، لذلك رأى نفسه ملزما لأن يتحمل المصائب ولا يعود حتى يتمنى أن يصل إلى مبتغاه. هل تعتقد بأن الحكومة العراقية مهتمة بهذه القضية؟ وهذا السؤال ينسحب على باقي الحكومات العربية. نحن نتحدث عن أزمة لاجئين عرب وعراقيين في نفس الوقت، المشكلة مشكلة كبيرة وعامة. أكيد مشكلة كبيرة، ولكن لا أعتقد أن الجهات الرسمية خصوصا العراق معنية بشكل حقيقي دقيق متابع كمسؤولية للظرف الذي يعيش العراق الذي يسعى إلى الهجرة، وذلك لأن البيئة العراقية هي نتيجة للقوى السياسية الحاكمة، للصراعات المذهبية الطائفية التي زرعوها، ثم أن الفساد الذي هم السيادة ضرب أطنابه في الحياة العراقية، كل هذا يدفع باتجاه إلى أن الجهات الرسمية هي في منأى أو في اهتمام آخر غير اهتمام المواطن العراقي، لذلك للأسف الشديد نراهم لن يقدموا شيئا ولا يحركوا ساكنا، لا بتهيئة البيئة الملائمة للحياة في العراق ولا بمتابعة الوضع المأساوي للمواطن العراقي أو العربي على حدود الدول. إذن الحكومات مسؤولة مسؤولية كبيرة عن المعاناة، وهي متجاهلة حقا ما ينبغي عليها حيال هؤلاء المساكين. نعم، ماذا دكتور عن المسؤولية التي تتحملها الحكومات الغربية أو الحكومات الأوروبية؟ الآن هناك آلاف اللاجئين على أبواب أوروبا عمليا، وهم وصلوا ويتحملون هذه المعاناة الكبيرة على الحدود في هذه الأحوال الجوية القاسية من أجل الدخول والولوج إلى أوروبا، ولكن مع ذلك ومع أنها أصبحت أزمة عامة لا نجد حراكا لهذه الدول. لا شك أن الدول الغربية عموما وأمريكا على وجه التحديد وبريطانيا يتحملون المسؤولية كاملة، لأنهم هم من غزوا البلدان المستقرة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية بالتحديد، ونتيجة لغزواتهم اللا قانونية واللا شرعية وإتيان أناس مرتبطين بهم ارتباطا كاملا وعقائديا وسلوكيا بعيدين عن هموم المواطن في بلدانهم، جعل المواطن العراقي والبيئة العراقية والعربية عموما الدول المحتلة بيئة طاردة لأبنائها. إذا هذه القوى الغربية، الدول الغربية وأمريكا وبريطانيا على وجه التحديد عليهم مسؤولية كبيرة، إذ هم سبب المأساة لهذه الشعوب التي هرب أبنائها من أراضيهم، وعليهم أن يعتنوا بالمشكلة كأنما مشكلة هم سببها، سواء بتهيئة البيئة داخل بلدانهم أو فتح المجال للمواطنين حتى يدخلوا تلك البلدان علّهم يحصلوا على بذلك. دكتور، تتفق مع ما ذهبت إليه
صحيفة ميدل إيست آي عندما قالت بأن هذا يعد من تداعيات التدخل الأجنبي الذي حول الملايين من سكان منطقة الشرق الأوسط إلى لاجئين أو راغبين بالهجرة، والعراق أمامنا أكبر شاهد ودليل على ذلك. بالتأكيد بالتأكيد، هذا التصور أو بالأحرى هو تحليل منطقي 100%. الدول كالعراق على سبيل المثال كان آمنا، وكان في العراق 5 ملايين مواطن مصري يعمل، وملايين أبناء الشعوب الأخرى تعمل قبل 2003 وقبل الحصار. إذا المأساة التي حلت بالشعب العراقي سببها هذه القوة، كذلك الحال في أفغانستان، في سوريا، في دول أخرى، في اليمن. هذه الدول الغربية هي التي أتت بالمشاكل لهذه المناطق وجعلت حياتهم حياة صعبة، لذلك عليهم مسؤولية قانونية وأخلاقية. ولكن للأسف الشديد ليس هناك جهة، لا في هذه الدول التي اضطر أبنائها للهرب أن يضغطوا على أوروبا، ولا قيم أخلاقية أو جهة أممية حقيقية تعتني بمعاناة الإنسان الذي يلجأ لكي ينجو من حياة صعبة في بلده. أشكرك جزيلا الدكتور قحطاني الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر سكايب من بغداد.